زينب المالكي. مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا، مازلت مواصلة معاكم في مع الناس حلقة يوم الجمعة اللي هي معاكم انتوما، نسمعوكم انتوما، نسمعوا آراءكم انتوما ونجاوبوكم على الأسئلة اللي توجهوها لكل البرامج. أكثر من هذا، نجوم إي إف إم من مقدمي برامج لي كرونيكور يكونوا حاضرين باش يجاوبوا على كل أسئلتكم ما غير فيلتر. علاش ما غير فيلتر؟ على خاطر توصلوها هنا على اللايف، أنا وظيفتي أني نوصلها لضيفي اليوم. كي قلت نجوم ولا ينفض في كتافه، نجم مش مليون نجم على الدوام. معانا اليوم حاتم بالحاج، فرحانه برشا اللي هو موجود بحذايا. حاتم اهلا وسهلا بك. اهلا بك زي نفضت الكتاف هذا عجبتني نتاع النجوميه. خاطر كي تبدا هنا في دارك عندك افونتاج. اكيد اكيد. السيده المخرجه قالت لي استوي ترعيك وتقول لك السوريه يا حاتم اسمع راك قاعد هكا. احنا في وجوه بعضنا الكل يتهنت الواحد تهنت الرجل كل. حاتم انت معانا اليوم، البرانسيب تري تري سامبل، سهل برشا شويه اخر. الناس باش تطرح عليك الاسئله مباشره على الباج فيسبوك راديو إي إف إم، وانا باش نقول لك الاسئله الكل. فما اسئله تنجم تحرجك حاتم بالحاج من عند الناس ولا قابل تجاوب على كل شيء؟ حتى شيء ما يحرجني. حتى شيء ما يحرجني كمقدم برامج كسيناريست. مش تحرجني اما معناها عندي داير حتى تدخلوا الباج نتاعي ما تراوش تصاور عائلتي حاجه معناها قاعد تحفظ عليها وحدك به. هذا مهم جدا على كل. انا من ننقل كان الاسئله اللي معناتها تطرح باحترام وهذا العادي ظهر لي في الوقت الكل. احنا في البرنامج زاده هذا نسمع الناس شنو علقت على مختلف البرامج نتاع اي اف ام، نستقبلهم الكل ويجاوبنا على التساؤلات نتاعهم. رئيس التحرير عماد قطاط اللي معنا بالتليفون. عماد اهلا وسهلا بك. مرحبا زينب بيك ولا حاتم، انا بلي اسمو فينا ونعتذر منك. انا نتمنى لك اللطف. ان شاء الله انت لاباس، خاطر في العاده تبدا بحذنا في الاستوديو. اي استثنائيه المره هذه، ما تعرف الكهرباء كي تحكم بحكامها على غلط من المنى واحد شيء. الفايده انت صحتك لاباس. التعليق يبدا على اول حاجه تجينا على الموزع الصوتي اللي يقولوا لكم وين الموزع الصوتي. يا تنسمو انتم تسمعوا في مع الناس مع زينب المالكي. السلام عليكم يا سام، انا محسن بن برهيم انا من عرايس كهرباء. بالله حبيت نسال السؤال الاول في عماد، انت وعدتنا بعد شهر رمضان بتعملوا لنا موزع صوتي خاص بالمستمعين يعبروا فيه على ارائكم. حبيت نسالك يا سي عماد وين الموزع الصوتي؟ نعاود نذكركم اللي بعد شوية حاتم بالحاج باش يجاوب على كل أسئلتكم على اللايف. حضروا رواحكم وحضروا الأسئلة متاعكم. عماد قطاطة من هنا الغادي المستمع يقول لك وعدتنا سي عماد بعد رمضان باش ترجعوا للموزع الصوتي، وين هو؟ صحيح وعدتهم وإحنا عند وعدنا زينب. نحب نقول لصديق المستمعين الكل اللي ابتداء من الجمعة الجاية إن شاء الله في برنامج 90 دقيقة باش يكون عندهم موعد أسبوعي، أما كبسول هيدريك فقرة خلينا نقوله نتاع آراء المستمعين نتاع إي إف إم على الشيء اللي صاير في البلاد بشأن العام. يعلقوا على اللي يحبوا. عندكم الموزع الصوتي كان ذكرهم برقمه يا زينب من بعد اللي يطلبوا فيه من بعد نذكروا به بطبيعة الحال اللي يتفاعلوا مع اللي صاير في البلاد سواء أكتواليتي سياسية اجتماعية ثقافية فنية رياضية غيره. احنا كل نهار جمعة ناخذوا خلينا نقولوا حاجات متنوعة من آراء المستمعين ونعديوها في برنامج 90 دقيقة في الساعة الأولى. ممتاز. هذا إن شاء الله ابتداء من الأسبوع القادم. ابتداء من الجمعة الجاية خذوا عليه تعهد عماد قطاطة وعندي تسجيل أنا من عند أمنة هكا هاو هاو كبقيدة عليك أنت وتعليقك حاتم. كان متعهد على موزع ولا زوز؟ في عودتك زوز موزعات بي. شو نحب ناخذ تعليقك حاتم اليوم لبزوان تاع لوديتور انه هو يبلغ راهو ان يكون فاعل زاده مش جوست يقبل المعلومه كهو حاجه جديده ولا حاجه موجوده من قبل كيفاش تقراها؟ لا هو راهو بون نحكيو بصفه عامه وسائل الاعلام هي توصل صوت هذاك ديفينيسيون دي ديفينيسيون نتاعها توصل صوت مشاغل الناس توصل صوتهم معناها كيلكو باغ. بعض ساعات كي ما يرقاش روحه في الوسيله الاعلاميه يحاول يتداخل كي ما يسمعوهش كي ما يفهمش فيدباك على الملاحظات نتاعو ينجم يمشي لوسيله اعلاميه اخرى معناها هذاك التمشي اللي صاير معني اون جينيرال. دونك اون ا بيزوان دابارتونس يحب يحس اللي هو نتاعو اذاعته خاطر هو يعطي في وقته باش يسمعنا. دونك نحن زاده واجبنا زاده نوصلوا له صوته. اكيد هما يحبوا يسمعونا وهذه الملاحظه الموزع الصوتي فيلف تعهد من حاتم بالحاج بعد ما تنحى الكوفيد باش نعمل لكم موزع صوتي اسمه اكاها في مع حاتم مستناو ملا بيسيغ موزع صوتي هو يقول توا العهده على القائل. السؤال الثاني والا الملاحظه الثانيه تجينا على لي فريكونس. هاتوا نسمعوا المستمع شنو قال. ربي يبعث يا فام راهي نجدوا فيهم الخير في الشلة هنا.
باهي المستمع يقول اللي الفريكونس تاع اي اف ام في المنطقه نتاعو ضعيفه. هو تليفونه ديجا ضعيف. هو التليفون يعني مشكله من المنطقه مش منه مش من نحن. اي ما تقول لنا اجابتك على الملاحظه هذه. لا نفس اللي تفكر في حد تليفونه مخرب. نلوم المستمع توا ايماد معناتها باهي. لا لا اللوم معناها الخط اللي هو مخرخش واللي وراه الخط على كل حال. شوف الملاحظه هذه تنجم تكون صحيحه. يبقى انا نطلب حاجه برك من المستمع. اولا يثبت اللي هو حاطط الفريكونس صحيح. حاطط الفريكونس الصحيحه نتاع منطقته خاطر فما دي فريكونس متعدين برشا في تونس الكل. هذا هو اي. هذاك شنو نقصد خاطر تعرف ساعات يبدا يتنقل الواحد من بلاصه لبلاصه بالكهرباء ولا حاجه ويبقى محطة نفس الفريكونس يخرج بها ربما تحل منطقة أخرى الفريكونس عندنا فيها فريكونس أخرى فتتبدل. ينجم يكون هذا كما ما نجمش يكون كما ينجم يكون كلامه صحيح هو ساكن في المنطقة هذيك وعنده مشكلة في الفريكونس اللي نطلبه من المستمع هذا ولا أي مستمع عنده ملاحظة وقت اللي يطلبنا في الموزع الصوتي باش يقول ملاحظة كما هذا يقول لنا هو منين بالضبط هو منين بالضبط والفريكونس اللي حطتها وصارت فيها اشكال شنية باش احنا نعمل اتصالاتنا مع ديوان الارسال الاذاعي والتلفزي ونشوفوا كان بالحق فما اشكال نطلبوا منهم بيانسور يتدخلوا باش يرجعوا الامور للنصاب. عماد انا جوست نقول اللي توا على الباج فيسبوك راديو اي اف ام على اي اف ام تي في فما لي فريكونس الكل نتاع اي اف ام في تونس الكل للناس اللي تحب تثبت في الفريكونس نتاع الجهه نتاعها كيكا يضبطوا الراديوات نتاعهم على الفريكونس نتاع اي اف ام. كان مازال المشكل متواصل يبدل الكهرباء. هذا اقتراح باقتراح عملي والحقيقه اقتصادي. لا عماد اقتطع. اقتراح ليك عماد. به السؤال الاخير والتعليق الاخير اللي جي على الموزع الصوتي نقد للتعاطي الاعلامي مع حركه النهضه في برنامج 90 دقيقه ومن جديد موضوع الحياد السياسي هاتوا نسمعوا التعليق. مرحبا بكم يا فهم انا من المستمعين نتاعكم معناتها ديما نستنسكم نغربين عطيه فيها فما حاجه برك مش ماخوذ في برنامج 90 دقيقه مع خلوص بربي تعملوا اكبر من زي يمشيو محايدين راي العباس الشعب التونسي ما عادش قبله راهو يعرف راهو كيما نقول لكم شدوا حزن هذا كبي هذا كبي هذا كبي سيبوها النار تطيح واحد فهمتني انا شدوا هاي النار هاي النار هاي النار عباره تعملوا في شهرتهم بربي تعملوا زي نحيوا الحياد وسيبوا النار شوف حاجات اخرى يا اخي منظمات تاع الاتحاد ما عندهاش اخويا نقد توا حاتم يضحكني ونوحلو في مشكله من بعد كعبه كرموز كعبه كرموز طيب قال لك يا سيدي يا عماد قطاطة ويا برنامج 90 دقيقه يزيكم التحامل على حركه النهضه المستمع يقول لك يزي تحكيوا عليها تحكيوا عليها هو يقول تو تيح وحدها وحاتم الحاج يعلق يا اخي كعبه كرموز باش تيح وحدها حسيب تعليقك الحياد مره اخرى عماد قطاطة يظل لي حاسب كأنك حسيتك ما انا حاسس روحك ما عندي بالكلام هو اكثر سؤال يتطرح لنا خاصه انت والاحداث كي تبدا مثلا حدث فيه نقد كبير للنهضه اون لامبريسيون اللي هو معناها نقد موجه ضدها والعكس بالعكس وقيس سعيد ديما نحن داير تحبوا تاخذوا فكره بالقد ادخلوا على صفحتي ادخلوا على برنامجي وقت اللي نعمل مع حاتم شوفوا معناها كيفاش التعليق نفس الناس اللي يشكروني اليوم وهذو نجموا ينقدوني لكن هذاك معارضين ليه وذاك هو السليم جدا كونه أما جوست نقصوا شوية من ما يسمى الانحياز التأكيدي معناها كي تبدأ أنت مناصر لحزب أي كلام يتقال في الحزب حتى يكون عقلاني يظهر لك تقولش عليه اعتداء عليك أنت في تمثيلك للحزب معناها دونك منا نحن ومنهم هما نحن نحاولوا باش نكونوا نحن كنوا حرفيين نحن البروفيسيوناليزم هو لا غارونتي نتاع الحياد الباقي سي دي زامبريسيون. باهي عماد تعليقك انت. اي انا شوف باش نقول حاجتين الحاجه الاولانيه صديقنا مستمع مع احترامي الكامل للراي بطبيعه الحال لكن راهو كون نصوروا انه وسائل الاعلام دورها ولا حتى في مخها انه شاده حزب تحبوا يتيح ولا شاده رئيس تحبوا يتيح ولا شده ما نعرفش منظمه تحبها تطيح راهو ماناش في ماناش في وارد الشيء هذا ماناش في المود وهذا جمله مش هذا دور وسائل الاعلام احنا ما عندنا حتى مشكله مع انه حزب هذا يكون موجود ولا ولا رئيس هذا شعب ما دام الشعب انتخب كذا دونك مش هذا احنا مش دورنا بالاساس هو هذا ولا اصلا هو الدور ليك اللي يخلي الامبريسيون هذه عند صديقنا مستمع ربما عند مستمعين اخرين مش بقول لك شبيكم شادين مثلا رئيس الجمهوريه شبيكم راهو في كل الديمقراطيات اكثر ناس واكثر اطراف تنقد هي الناس اللي في الحكم هي الناس اللي بيديها تشريع القوانين
هي الناس اللي بيديها مصائر الناس، هي الناس اللي في السلطة. طبيعي طبيعي جدا، لأن هي تاخذ قرارات وهي تتحكم في حياة الناس، فطبيعي جدا أنه أي شيء يصدر منها، أي تصريح، أي قرار، هو تحت المجهر ينقذ. الحاجة الأخرانية اللي نحب نقولها هنا، خاطر صديقنا جبد موضوع الحياة تعلق حاتم بليك، نحاول نكون حرفيين. أنا شو نقول؟ راهو بالنسبة للكرونيكور متاع أي إذاعة، نحكي لها إيه كلمة هنا، ولكن أي إذاعة بصفة عامة، راهو الكرونيكور ما هوش مطلوب منه باش يكون محايد. هو موجود شاتي موقفه، هو جاي لهنا باش يعطي موقف، والموقف هذايا الموقف هذايا بالضرورة إما يكون مع أو يكون ضد. ما فماش موقف إلا موقف، ما فماش واحد واقف الوسط يقول أنا ما عنديش رأي في الحكاية هذيا، باش نقولوا له راهو رئيس الدولة قال هكا، باش يقول يا أما يقول رئيس الدولة عنده الحق ولا رئيس الدولة ما عندوش الحق، باش نقولوا له النهضة صرحت بهكا ولا عملت هكا، باش يقول النهضة عندها الحق ولا ما عندهاش حق. فنتعودوا نتعودوا أنه معناها نقبلوا من الكرونيكور هذوما أنه يعطيونا آرائهم ومواقفهم، سواء احنا كنا كمستمعين معاه ولا ضده. أما الكمية تقولي أنت سايب نهار كامل كذا، ليه مش نهار كامل، أما نهار كامل النهضة تنشب، نهار كامل النهضة عندها مواقف من الواحد. ما نجموش اليوم نجي نقارنوا بين حزب عنده إيش وخمسين نائب، حزب آخر عنده زوج نواب أو غيره مثلا. دونك هنا ننسبوا الأمور هذيك، علاش فما اهتمام أكثر، باش بدل المنظمات وكل شيء. مش صحيح صديق المستمع، كم من مرة سواء في 90 دقيقة ولا في الراس ماج ولا مع حاتم ولا في غيره، كم من مرة ينقذ اتحاد الشغل، كم من مرة ينقذ اتحاد الأعراف، كم من مرة تنقذ أحزاب المعارضة. يعني هذم الكل قاعدين تحت المجهر وحسب الأحداث وحسب المستجدات. المعلقين نتاعنا وأصحاب الكرونيكا يعطيوا أراءهم ويقفهم بكل حرية بالشيء اللي صاير. واضح حمد قطاطة، نشكرك للتدخل نتاعك مرة أخرى، باللطف عليك، إن شاء الله تكون موجود معنا الجمعة الجاية لهنا للتعليق بتبيع الملاحظات اللي يوصلوا على الموزع الصوتي الكل. حان وقت المواجهة بين حاتم بالحاج المستمعين، أما بالأسئلة بعد شوية، خليكم معنا وحضروا أسئلتكم، راجعين في مع الناس. في مع الناس مع زينب المالكي، مرحبا بكم في مع الناس سبيسيال نهار الجمعة، نستقبلوا فيه نجوم اي اف ام، وانتم تنجموا تسألوهم مباشرة ويجاوبوا على كل الأسئلة متاعكم. اليوم ضيفنا حاتم بالحاج، والأسئلة بديت تجي من طول. كلمة ليكم، هزوا تليفوناتكم للتابلت متاعكم، وإلا كان قاعدين زادة في البيروات على البيس متاعكم، تنجموا تدخلوا على اللايف وتسألوا حاتم مباشرة. أنا ما نعمل كان ننقل كل الأسئلة، والأسئلة بديت تجي. حاتم بالحاج حاضر؟ حاضر. يلا نبدأ. حاتم بالحاج، سنة بن يحيى تقول لك في سؤالها الأول، تحية كبيرة لملك الجدمو، يقولوا لك برشا اللي يحبوك في الجدمو، اللي أنت هذاك التيران فافوري متاعك، ميدانك اللي تحبذو. أي معني أنا مخي جدمو، معني ما نجمش حاجة بصفة بون. كان جيت 100 سنة التالي راني في سبيطار المهبل يضربوا فيا بالكورة، أما الحمد لله تولدت في مجتمع متصالح مع الجدمو. به تقول لك سنة، حبيت نسأل حاتم أي نوعية من البرامج يخير اللي نشط فيها وحده كما توا مع حاتم، وإلا أنه يكون مصحوب دي كرونيكور، أنت شنو تختار؟ ما عنديش فرق معناها العمل الصحفي، نعمل لي زانترفيو نحبهم، زاد لي زانترفيو مش ديما. انا قلقي شويه، معني ما نحبش نقعد في جونغ برك، دونك باهي كي نبدل كي ما نقعدش كل سيزون نفس الوجه، مي تو لي جونغ جورناليستيك نحبهم نحبطهم. وانت أليز أكثر كأنيماتور ككرونيكور ككيفاش؟ مش أليز، أنا مثلا كي نبدأ وحدي في مع حاتم الكونسيبت اللي نعمل فيه سيكو عندي لامبريسيون العبيد قاعدة محضبة عاملين سيركل شوية، مدرسة مصرية شرقية شوية، إبراهيم عيسى شوية، ولا مدرسة أمريكانية خاطر شرقية الحق، معناها اللي فما أوديونس معناتها المدرسة الشرقية مثلا ما يعجبنيش وقت اللي عمرو يدي بيشد رجل أعمال خاطر عنده مشكلة خاصة معاه يسبه، مانيش في التريب هذاك. أنا في التريب اللي فيه برشا نيونس كيما تريفور كيما
جيمي كيم معناها هذوكم المدارس اللي بون هربوا عليه الاسم الكل اللي نحبهم جيمي فالن ولا نفركس عليه وكان قبل ديفيد ليترمان اللي كنت معناها مدمن عليه هذاك الجو اللي نحبه دونك كي نبدا مع حاتم جينام بريسيون قاعدين في سيركل وعندنا النار تشعل في الوسط ونحن نحكيو كي نبدا كرونيكور سيت اون اوتر ابروش يبدا عندي دي ريفيرونس ونتبع الحكايه ريفيرونسي جست هنا نبدا اوبجيكتيف اكثر من اللي كي نبدا مع حاتم به سهير صالح فرشيشي تقول لك حاتم شنو فريقك المفضل في كره القدم في تونس ما عندي حتى فريق مفضل كره قدم في تونس جينيرالمون نتفرج في الفوت كسبيكتاكل وما نحبش نمشي للستاد خاطر الامبيونس ما تعني ليش ما معناها ملاد نو مو بروكور با السعاده وانا توا في العمر هذايا ما ناخذ كان حاجات كي مو بروكور السعاده اللي ماخذه في الخاطر ناحيتها مهم خلصت منها الماخذه في الخاطر والتبرير وكجو هذاك الكل حياتي تبدلت وليت بلو ديريكت وما نعمل كان حاجه اللي تفرهد قيدوا اسباب السعاده بنات حاتم بالحاج باهي السؤال اللي من بعد مصطفى بن عطيه الترزي يقول لك حاتم غلط في روحه برشا تصويره هذيا جيك ويتقال غلط في روحك حاتم بالحاج يمكن ما نعرفش اما معناها انا فرحان بروحي معناها زي ما ننكروش يمكن تعبير عن واحد فرحان بروحه مش مستنسين به انا كما قلت لك حياتي تري سامبل ناخذ الامور كما تعجبني ويمكن يظهر هذا غرور اما راهو الغرور بتاتر خلينا نحب الاناء انا عندي ايجو معترف به عندي ايجو كبير والايجو هذاك معناها نيسيسير في الخدمه اللي نخدمها ترى هو يحميك زادة يحميني يخليني نخمم ياسر ويخليني ما نعطيش مجال برشا للخطا حتى كي يصير خطا نجم تعرف كي تبدا الايجو نتاعك قوي بعد ساعات ما تعتذرش مثلا انا عندي الايجو قوي ويشيخ برشا كي يعتذر مثلا حتى كي الكومنتيريت واحد يسبني سبه كبيره رجع له بطريقه اللي يحشم على روحه دونك انا نشيخ برشا كي هو يتراجع على كلامه اكثر من اللي يطلب السماح ليلى نجاح تقول حاتم بالحاج من احسن صحفيين في اي اف ام دونك هذايا توصل لك الكومنتير نتاعها واحد هالي ذا قالوا هالك على الاقل على الاقل مليار مره حاتم شوف لنا حل في شوف لي حل في شوف لي حل بالذات معناتها علاش خاطر فما سؤال من بعد ويجيك يقول لك عليه العربي يقول لك حاتم بالحاج نجم نشوفه فيرسيون اخرى نتاع شوف لي حل زاد هذين تصور تسالك الاف المرات انا سيري لن تتواصل معناها مادام انا حي خاطر ما تعرفش من بعد نجم بنتي تجي نهار اخر تقول لي دروا عندي انا علاش حاتم تو مثلا الناس يستناو في اليوم مثلا ويستناو في ذا ريونيون والا الاجتماع نتاع فريندز باغ اكزومبل اللي هو حدث عالم يعتقد لنا البارح ولا اليوم 27 ماي هو تعدى معناتها الحدث نتاعو 27 ماي وفما قناه فرنسيه اللي تي فان قالت لي باش تعدي دونك الناس اللي يتبعوا اللغه الفرنسيه يحبوا يتبعوا باللغه الفرنسيه دونك يقول لك راهو فما هاو في العالم نجاحات كبيره علاش ليه هاني باش نتفرج في فرنسا كان عجبني واقنعني اغزر انا راهو فما فكره بتاتر تتعمل لكن في ثوب اخر مش سلسله بتاتر شريط بتاتر لكن السيد اللي باش نقترح عليه ينجم يهز الحاجه الاخرى شريط تلفزي ولا سينمائي سينمائي فرد مار وي بوركوا با معناها بخوندغ الشخصيات بعد 15 ولا 20 سنة شنو التطور اللي صار لهم لكن ما نجمش نعمل سلسلة دون سفيان الشعري ما نجمش الله يرحمه ينعم به ياسين الفايض يقول لك وقت تجي الحمامات برا ما عطي رونديفو انت هادم الحاج ياسين حفايض ذي متابع وفي ديما يحب الحمامات وديما يهبط ستاتويت عنده جار وبرامون دونك يمكن هو بشيبه اللي انا نتبع لي ديتاي نتبع برشا دي ديتاي وحمامات انا نمشي راهو ديما الحمامات اما مش في البلايص اللي تنتظرني فيه راقب حاتم بالحاج في حمامات سهير تقول لك شنو هو العمل الاقرب اللي قلبك شوف لي حل والا كان يا ما كان شوين عمل جو اكثر حاتم بالحاج كل واحدة وشيختها كل واحدة نقول لك معناها بكل صراحة رغم لغة خشبية مش جوي كي كتبت شوف لي حل كتبتها في قبة زجاجية معناها متخبي وحدي بيني بين الوراق
كانت علاقة فردية، كي كتبت كان يا ما كانش كانت كتابة في مجموعة. ميم سي من الاول انا السيناريو دو باز معناها كاتبه وحدي بيني بين روحي، اما التجربه اللي صارت مع عزيز ومع عبد الحميد حسيت ضخت فيا دماء جديده. تسيبت انا خاطر كي تبدا بينك وبين وحدك ما تنجمش تمنع روحك باش تقول لي الفكره هذه مش بلاصتها. مي بار كونتر هما تنجم كي تقول اوت فوا اللي تخمم. داير عبد الحميد يضحكني خاطر يقول ولينا نركحوا في حاتم بالحاج وفات انا جيتي اوناس غاسوري وكنت عندي ثقه كبيره فيهم اللي سيبت روحي. فما حاجات راهو يمكن ما يجيش الربع بالكم كريتوف في كينيا ما كانش اللي هما معناها فكره عندي انا تغلي عند 10 سنين 10 سنين فما حاجات يمكن التون غاسوري تمنوك التعامل مع عزيز عبد الحميد بيان سور سي بور سا كو بيتيت خاطر اقرب لي في الوقت ولا في ليفولوسيون تاعي اون بو با كومباري معناها لي دو تريب التريب اللي انا عايش فيه تو شيخ بيه بالقدا تري بيان. وصال الزينة تقول لك حاتم شو نظرتك لمستقبل الشباب في تونس أكور تيرم ألون تيرم؟ سؤالي نجم يضرب كبير برشا لازم تازم حالي مين أخزر أنا وصال الزينة وصال الزينة كينا نقول لك الأسامي والدنيا الكل ليه عينيها حلوين في التصوير والله لا نعرف ظهر لي أبدا نثبت في التصوير على كل وصال كل السيدات شابات عن الإخراج قال لك عينيها حلوين وتحية لها وسام. المستقبل في يد الشباب. أنا معناها جو سوي كيلكان دو تريز اوفير معناها نخو الشباب ماخذ الجد. راهو كونت اون دوفيان ادولت راهي بطبيعتنا الإنسانية تولي تحقر اللي يصغر منك مش تحقره بخيوبية تحقره معناها ما تعطيهش وذنك. أنا نعطي وذني للصغار ونعطي وذني لبناتي ونعطي وذني لصحابي وصحابي الكل الصغار. ما تفهم لو بيسيميزم نتاعهم اللي جانا هذوما الكل في تونس. يا بنتي لو بيسيميزم خرج منه برشا حاجات باهي راهو تعرف لي جون مثلا انا نعطيك حاجه ريت التطور نتاع الانسانيه شكون اللي يموتوا برشا اللي يموتوا برشا هما اللي يصدموا اللي ما يخافوش سو ديزون والشجعان في الحروب فما الشجعان اللي ما شكون التكاثر الجينات نتاع الناس اللي تخبيت والجينات نتاع الناس اللي اللي خدمت مخها معناها تخبيت معناها ما واجهتش العنف فهمت شنو نقصد معناها سي تانتو وكل اللي خموا اللي حسبوا صحيت اللي حسبوا اللي يقول واللي لقاو كانت عندهم شجاعه اقوى من شجاعه المواجهه هي شجاعه السلم وشجاعه الحريه وشجاعه المساواه وشجاعه الانسانيه في ما اجمل ما تحمل الكلمه معناها. محمود خميس يقول لك حاتم بينك بين نفسك ما تتاثرش بسبان الفيسبوك خاطر نرى للاسف برشا كلام عليك لكن معناتها يقول لك انت انسان باهي ونحبوك ما ياثرش فيك الكلام هذا اغزر انا ما ياثرش فيا اما ياثر عليا ما ياثرش فيا خاطر هذيك معناها كيما تقول انت بيلوت فورمولا وتقول خايف لا نعمل اكسيدون ما تنجمش معناها سي سينو تو في ان اوتر سبور دونك انا هذيك معناها وان بليس راهو فما سبان يعطيني شحنه اللي نقول بون سي جي اذا السيد بالعنف هذاك واحد يتمنى لك الموت في تعليق انا فما واحد ثلاثة أربعة ايام التالي قال لي معناها ننصحك اشنق روحك ريت العنف نتاع الجمله جاوبته بتفادليك قلت له تيوغا ما مور سور لا كونسيونس دونك فهمت كيفاش زيد عاود بعدش كي عاود هو طلع معناها بون دخلت البروفيل الحق نتاع معناها ما نحبش ما نحبش نعطيه نصائح ما يفهمني شنو النصيحه نعطيه حل كتاب يحل كتاب مينيموم يحل كتاب يبدا بالجحا والمسمار ويتطور انا عندي ثقه فيه. هارون زرزيس يقول لك علاش في برنامجك حاتم تسرح مع موضوع ساعات ساعه كامله ويكمل الوقت وبرشا مواضيع مهمه ما يتحكيش فيها. القصد شنو سمحني زينب معناها شنو انا نطول ولا معناتها هو قال لك ساعات موضوع بركه تاخذ فيه برشا وقت اللي فما برشا مواضيع مهمه وقتها ماذا بينا كان تاخذ فيها في نفس الوقت. نحن مشكله في الاعلام عندك الوقت الاعلامي ريت بعد ساعات لي كرونيكر تقص عليه خاطر الوقت الفكره يلزمها نحن استانسنا نحن في كلامنا وفي تخميمنا وفي تطلعاتنا في السيس جي نحن مش في التروا جي الور كو ما عادش مستانسين نحكيو بعقلنا ولا نفسروا ولا نسمعوا بعضنا انا بعد ساعات جو بريفير نكونسنتري على موضوع برك وناخذ فيه الوقت اللازم كأربعة ولا خمسة مواضيع مذبذبين لكن أنا نعرف والانتظارات خاطر ريت الموعد كيفاش ولا ذاك أونتخ 8 و 9 ولا موعد متاع ناس يحبوا يعرفوا هو عنده رأي
لان هكاك اش نحبذ، نحبذ انسان اللي يسمعني مش ما عندوش راي، نحبه عنده راي ويحاول يتناقش معايا انديريكتومون. سكينه مغربيه تقول لك تقابلها نهار السبت، تسلم عليك برشا برشا برشا. ما نعرفش سكينه مغربيه تقول لي هكا سكينه جويني تقول لي احنا قول له على السلامه ولا بعد لما هو كان تقابلنا نهار السبت. تقابلنا عرضتني يا سيدي. محمود يقول لك علاش اي اف ام مش راديو اخر، وهذا السؤال الاخير. انا مرتاح هوني والراحه ما تتشريش برشا حاجات، دونك الراحه متاعي عندي حريه الحق في خدمت في برشا بلايص بعد الثوره، راني ما خدمتش في برشا وسائل اعلام، لكن اشك فوا الوسيله ما نقعدش معاها خاطر اللي يدخل في خدمتي. انا عندي 30 سنه كارير عشتهم في السنسرة، لا اسمح ولن اسمح باش حد يسنسرني بعد 2011. شكرا لك حاتم بالحاج كنت ضيفنا اليوم في مع الناس في اجابه الاسئله نتاعكم الكل. شكرا لكم على المتابعه، خليكم مع بقيه برامج اي اف ام.